منذ أكثر من 5 أشهر على أحداث 7 أكتوبر، ما زالت المقاومة الفلسطينية في غزة تقدم نماذج للمواجهة والكفاح في وجه العدوان، وعلاوة على ذلك لا تنفك رسائلها تصل في الوقت المناسب لتضع بصمتها على كل التطورات المتسارعة في غزة. وفي تطور لافت على الأحداث، أثارت عملية تسلل غواصين اثنين حاولت تسلل قرب الشواطئ الشمالية لقطاع غزة أثارت مخاوف كبيرة لدى الكيان. فبحسب وسائل إعلام الكيان، فإن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليهما لإبعادهما، لكنهما لم يصابا بأذى. هذا ويعيد للأذهان ما حصل في الأيام الأولى من الأحداث الحالية للمنطقة ذاتها، والتي هوجمت مرتين من البحر في الأيام الأولى بعد أحداث أكتوبر، وكانت عملية ناجحة وقوية باستخدام ضفادع بشرية وزوارق بحرية، مع التأكيد بأن هذه المنطقة شهدت أحداثاً مماثلة خلال السنوات الماضية. أما ما يثير رعب الكيان وجيشه هو ما وراء هذه المحاولة ومدلولاتها، ولماذا أتت في هذا التوقيت. تقع مستوطنة زكيم على الحدود الشمالية من قطاع غزة وجنوب مدينة تل أبيب، وتتبع مدينة عسقلان، وفيها قاعدة زكيم العسكرية المطلة على شواطئ المدينة، حيث توجد مصفاة للنفط ومحطة توليد للكهرباء تمد جنوب الكيان الإسرائيلي بالكهرباء إلى جانب القاعدة العسكرية. المراقب للأوضاع في غزة سيتمكن من فهم الرسالة من محاولة التسلل إلى زكيم، والتي مفادها بأن المقاومة ما زالت تمسك بزمام الأمور رغم كل ما جرى، وأنها لا تزال قادرة على التفكير في تنفيذ عمليات نوعية بمنطقة غلاف غزة، وأنها تتابع جميع التحولات وتتعامل معها بشكل حاسم. ولعل ما يلفت أيضا في توقيت هذه العملية أنها جاءت مع ارتفاع أصوات المستوطنين الذين أخرجوا من المنطقة بعد أحداث أكتوبر، وسط تطمينات من قادة الكيان بأن المنطقة آمنة وأنهم سيعودون إلى منازلهم قريبا. تأتي هذه العملية لتدحض الرواية الإسرائيلية حول استقرار الأمور، وأن هذه المنطقة ما زالت في مرمى نيران المقاومة وضمن خططها في الأيام المقبلة. وفي نظرة سريعة على عدد المشاركين في العملية ترى أنهم 2 فقط، ويرجح أن تكون عملية تسلل استطلاعية للحصول على معلومات وإجراء مسح وتمشيط للمنطقة لوضع سيناريو لعملية مستقبلية وفق خبراء، وهو ما يثير الرعب داخل الكيان في أن تكون هذه العملية متبوعة بعمليات مماثلة، لأن ذلك سيكون بمثابة دق ناقوس الخطر لعملية قد تكون أكبر من المتوقع أو قد تكون خطوة استباقية، وبأن المقاومة لا تزال تفكر بشيء في غلاف غزة. رغم أن عملية التسلل هذه لم تلحق أي أضرار تذكر، إلا أنها شكلت إحراجا كبيرا للكيان وجيشه في غلاف غزة، خاصة أنه قد أعلن قبل أسابيع عن بدء المرحلة 3 من الحرب في القاطع الشمالي، وما أسماه تفكيك البناء التنظيمي للمقاومة. وها هي المقاومة في غزة تثبت بشكل واضح لا لبس فيه أنها حاضرة في البر والبحر، وأنها تراقب الأوضاع عن كثب، وأن الحديث عن تفكيك كتائبها محض تزييف وقلب للحقائق من جيش الكيان وقادته، وأنها ستبقى تفاجئ الكيان وقواته كما كانت تفعل دائما، وأنها ستبقى صاحبة اليد العليا مهما بدا المشهد قاتما.